والله الأشياء الأساسية زي الخبز مثلا، الدخان الشخصي مثلا، الأشياء الأساسية الخضرة، الفواكه، الإشي يعني للحضر، الأكل عشان أأمن هو مثلا لبكرة الجمعة تأمن غداك. تمام، أشياء أساسية إجبالي، وبنفس الوقت بتتغلب فيها قاعد مع الأزمة اللي بتصير، تأخذ وقت كثير، بروح يومك وأنت بتجيب شغل صغير، يعني زي مثلا بدك تروح تجيب خبز بدك ساعتين ثلاث، يعني كل المخابز بتكون مليانة وناس انسى فوق بعض. يعني اشياء نحتاجها موني للبيت، اغراض، يعني مستلزمات البيت او الاساسيات بشكل عام. يعني فترة الحظر يعني بيكون في شغلات نوعا ما انه بتكون اغلى من سعر الواقع اللي احنا كنا فيه، يعني بسبب انه شح في المواد او الاشي زي هيك. يعني الإشي اللي بحتاجه للحظر يعني أكيد في كل منزل نحتاج لمواد تنموية، يعني غسيل ومواد تنظيفية وهاد، وطبعاً الخبز والأكل واللحوم. هسا اللي بنحتاجه بالحظر يعني في إشي أساسي زي خبز، زي دواء مثلاً لو لا سمح الله عندك حدا في الدار مريض، ممكن شغلات ثانوية مخلوطة، كاشو، بزر، قهوة، الشغلات هاي. بالنسبة للمدخنين أهم شيء الدخان، أهم شيء تنقطعش من الدخان وأمورك طيبة. مش أنا بحتاجه، أي إنسان بيحتاجه، ممكن يحتاج دواء، ممكن يحتاج لأشياء كثير، يعني متطلبات منزلية، يعني إنه أكل ممكن ينقطع، خبز ممكن ما يكون عنده كاش، ممكن يحتاج من أخوه، ممكن يحتاج من جاره. بحتاجه يعني أكيد، يعني أكل وهيك، واحد نفسيته يعني لازم يطلع وهيك مرات، عرفت علي كيف؟ يعني واحد ضله قاعد بالبيت يعني نفسيته بتتغير وهيك، يعني واحد مش متعود قاعدة البيت يعني بالأردن بتعرف كيف. الأشياء الرئيسية هي خبز، تموينات، لحمة، خضار، يعني الأشياء الأساسية فقط. يعني وقت الحضر والله صرت أضل نايم عشان بكون وقت راحة بس كيوم الجمعة مع هذا، بس إنه سبع الساعة سبعة ضروري يلتغ لأنه مش قاعدين نكمل لا شغلنا ولا أمورنا، يعني دوم اللح عايشون رمضان قبل رمضان. يعني الخبز، اللبن أهم إشي، البيض، إذا كان عندي دجاج ما بجيب، يعني هاي الشغلات، والخضار أكيد. جدا بسبب الأزمة اللي بتكون، يعني بتطلع أنت تشتري أغراض بتقعد يعني ما بين 3-4 ساعات بس عشان تقدر تأخذ أغراضك، سواء من مول أو من سوبر ماركت أو من يعني أماكن المونة. يعني دجاج، لحمة، يعني هاي الأشياء أساسية، يعني كل بيت أردني بحتاجه. بالحضر مرات إحنا، أنا كطالب دولي بحتاج لأروح على المكتبة مرات أتناول كتب، إشي هاد إشي معين، والحضر مرات كثير بيأثر يعني على المجتمع بشكل إنه بمنع، يعني بيعمل حضر تجول، يعني بياخد من، بيعمل أزمة اقتصادية كثير كبيرة خصوصا في الأردن، لأنه الأردن محتاج ل يعني دعم اقتصادي. فملا الواحد يعمل حظر، هذا الإشي بنزل من اقتصاد الأردن. فيش مصاري نجيب الأشياء الأساسية أصلاً، إحنا علينا أقساط ما تأجلت، ما أخذنا أي دعم في الدنيا وبس. والله كنا زمان نقعد شيبسات وشوكولاتات وهيك، بس تعودنا صار يوم عادي، يعني نضل نايمين بس مش أكتر. أهم شيء الحليب، الفوط للأطفال، يعني هذا أهم شيء، السكر، الخبز، أمور هاي بس. لا أكيد طبعا، لا سريعة المفروض تكون أكيد. وقت كثير، يعني أنا مثلا بدي أحسب، بدي أجيب نص ليرة خبز بدي أحسب قبلها ب3 ساعات، لأنه عارف راح أصوف ساعتين على الدوام، غير أزمة الطريق اللي بتظل بعد الحظر، بتظل 7-8 حتى. طبعا مع الأزمة هاي أكيد بنحتاج وقت. وقت طبعا أكيد، إنه محل تكون أزمة كثير، عرفت علي كيف؟ يعني واحد بلحقش يشتري أو مرات ما بلقيش أغراض بده إياها. والله إحنا بنطالب كأنه، بس إحنا مش من الحكومة، بنطالب من الشعب إنه يلتزم شوي، يهدى، ما يكونش فيه، يعني يوم الجمعة زي يوم طبيعي الحظر، تشتري غدا قبل الحظر زمان، يوم الجمعة كنا كل خميس نطلع نشتغل، بس ما كانش هيك التهافت والناس فوق بعض والعجقة هاي كلها ما كانت، وأزمات الشوارع شايف منت، هاي إلي ساعة لربع واقف محلي. يعني يعملوا الحظر نفترض للساعة 12 على الأقل، هاي الأزمة ما بتصير وما بصير في اختلاط وفي تجمعات وفي هذا الحكي، وما بتزيد عندنا 9000 حالة. وبعدين يعني ليش للساعة 7 كورونا بتطلع بالليل، صح ولا لا؟ كثير مش شوي الوقت، يعني هاي طلعت هلا من الشركة والأزمة، ما بوصل البيت إلا هي صارت الساعة 6 ولا 5:30. أنا سكان ماركة والأمور صعبة مع الطريق السريع الاستراد اللي عم بيسووه.